أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. رمضان رمضان ويلكم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يتجدد اللقاء معكم عبر موقع يافا 48، وعنوان الحلقة حلاوة التلاوة. يقول الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. نعم، لا سيما في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وعندما نقرأ أيها الإخوة الأحباب، لابد أن نستشعر بحلاوة التلاوة. وإن من أعظم الأمور التي تساعد على الشعور بحلاوة التلاوة ألا وهو تحسين الصوت بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، جمل صوتك، حمل جمل صوتك، حسن صوتك وأنت تقرأ هذا الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والمقصود بيتغنى بالقرآن أن يحسن صوته بكتاب الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. نعم، استشعر هذه المعاني وأنت تقرأ في كتاب الله، تقرأ من المصحف، استشعر حلاوة التلاوة واستشعر جمال التلاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحسن الناس قراءة من إذا سمعته يقرأ شعرت أنه يخشى الله. لماذا؟ لأنه يتباكى، إن لم تبكي فتباكى. وهذا أيها الإخوة الأحباب من المظان التي يبحث عنها الإنسان المؤمن عن حلاوة الإيمان. يقول الحسن البصري: تفقدوا حلاوة الإيمان في ثلاثة أمور: عند ذكر الله تبارك وتعالى، وعند تلاوة القرآن، وعند العبادة. عندما تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى استشعر هذه اللذة، هذه اللذة التي كان أبو موسى الأشعري عندما يقرأ كانت تنزل لقراءته الملائكة لخشوعه وبكائه وحسن صوته رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أخي الحبيب، في شهر رمضان حاول أن تتغنى في القرآن، حاول أن تتجمل في القرآن، حاول أن تستشعر بحلاوة القرآن وحلاوة التلاوة حتى تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.